الاسم ديال ابراهيم العسري ابراهيم انوار وانا عندي نسب هنايا وجينا لهنا ديما كنجيو لهنا والنهار اللي جينا لهنايا فاش غيوقع الواقعه كنا مشينا لواحد العرس مع العائله ديالو منين مشينا لتما فاش عيطوا علينا قالوا ديرها ملي سمعنا حنا حيت تما نيت كاين فيه الزنزال الزنزلات نيت ولكن ما تحتاش دير تما ملي قالوا لنا وداش شنو كاين بقينا تما واحد شويه جينا لهنا لقينا الناس هنا قلنا صافي كلشي مات لقينا الحجره هنايا طايح في وسط الطريق ما كاين اللي من لتحت وحنا كنجيو كنجي انا كنجيب برجلي ويديا صافي نشفت قلت انا الولد ديالي وامو راه مات والعائله هنايا وسميت وصلت هنايا لقيت جوج دريات هنا طايحين ديال هذا السيد صراحه تقال صافي حنا راه الله يرحم الله محمد رسول الله وهذا السيد تا هو نفس المشكل وهذا الدريج بدات امه من وسط الدار وطاح واحد الطوب ديال الحجره وجات الوالده ديالو وهاد الدريج بدات من هي خرجت ملي شافت بقى فاسمت وهي مشيت كتجري عاوتاني وهي خرج صافي خرج الناس هنا مساكن كلشي طايح هنا اللي مضروب كيبغيو يهزوه ما كاين اللي يهزوه كنديهم حتى لتحت في الراس كنديهم حتى لتحت في الراس كاين الناس اللي مساعمين بالطونوبيلات تما كيديهم للسبيطار هذا والله يرحم جميع كلشي جميع المسلمين الله يقوي الخير للجميع الله ينصر سيدنا الله يعاون الجميع الله يرحم الوالدين الله يجزيكم بخير هنا خويا كاينه مساعده وجود الخير ولكن اول وصلوا عندكم الناس كلشي كاين الحمد لله ولكن اول حاجه ثاني حاجه الانسان تكون فيه الانسانيه الانسان تكون فيه الانسانيه تكون فيه التواضع واي حاجه جات هنايا خص الانسان يفرقوا على قد بنادم ما يعزو لا في هذا لا في هذا كاين واحد الواقعه نشرحها لكم انا بخوف من الله وبخوف من كاين واحد الحاجه الناس كيديروا هنا كاين اللي مضروب بحال هذا السيد مضروب في الدار ما كيعطيه والو طحت عليه نص ديال الدار ما عطاه والو كيقول له انت راه ما ساكن هنايا هذا المواطن كلشي مواطن عيش الملك مغربنا واحد وكلنا كنجريو على المغرب ما يكون الانسان انت راه انت مول هذه البلاد انت ماشي مول هذه البلاد اللي جات شي حاجه هنا كلشي الناس يستافد ونطلب الله تبارك وتعالى يبعد لنا هذه الدار ويعاون جميع المسلمين كاع اللي كيجري الله 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 يسر ليه يا عائشه واخا اختي عائشه ممكن تعدينا شويه على القضيه ديال الوليد ديالك الحمد لله بدا ايوا الحمد لله ايوا يضرب لنا حز الزنزال حنا حشمي وريق على سي زويق يعطيو زرو غدار صافي واش قلنا كيخصنا هذه هي هذه هي مرتي دابا قلت لك هي راه ملي طاح الزنزال طاح ليها سمسو طاح ليها الدار تما وبغات تجبز الدري وطاح لها واحد الطوب ديال الحجره هنايا وهاد المراه راه خت هاد السيد اللي مشاو ليها جوج بنات هو غنك نسوار كي زي السن كيرسين وهاد الناس مساكن كلشي هادشي اللي كتشوف راه مضرور راه هاد الناس كي حنا كنعانيو اكثر من القياس هاد الناس كاملين خاصهم دابا فين يسكنوا اول حاجه دابا نيت راه الا طاحت الشتا هنايا راه الناس غادي يتكرسوا اكثر من القياس المهم هاد الناس دابا راه حاليا واقفين على السكنه واقفين على داكشي اللي خاصهم كامل وعلى البرد الحوايج كيجيبوا لنا زبا الحوايج المساكن راه مشيهم بالليل هنايا خاصهم يلبسوا الحوايج خاصهم يتكبطوا خاصهم راه لا اله الا الله راه كتشوف دابا هاد الناس فين ساكنين اصلا يا اللي شوف السكنه كيفاش دايره وشوف سميتو راه الواقعه دابا وقعت الماء ما كاينش يعني ما كاين حتى حاجه هنايا مضمونه باش تقول راه كاين شي حاجه اللي غتستافد عليها راه ما كاين هاد الناس راه مضرورين في حاجه اي حاجه ضحوا عليها راه مضمون عليها بقى حاطين فيها الشيء اللي عطاو المسلمين الجامع اللي باقي عندهم تما راه حاطين داك الشيء اللي قسم الله وهاد الناس راهم ضرورين خاصهم فين يسكنوا ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد